بسم الله الرحمن الرحيم. كورس برمجة جديد بنتقابل فيه معاكم من خلال قناتي على اليوتيوب وقناتي الكلية الجامعية للعلوم والتكنولوجيا على اليوتيوب. هذا الكورس إن شاء الله حيكون عن لغة البرمجة كوتلين. لغة كوتلين من اللغات الجديدة، اللغات الشابة، تم اعتمادها في 2017 من خلال شركة جوجل كلغة رسمية لبرمجة الروبوتات وبرمجة الموبايل أبليكيشن. هذه اللغة لغة لها مميزات كتير. من مميزاتها إنه هي بتشتغل على الجافا فيرتشوال ماشين. من مميزاتها إن هي لغة برمجة مفتوحة المصدر، يعني بإمكان الجميع يطور فيها. أيضا من ضمن مميزاتها إنه هي بتدعمها عدد كبير من المنصات، أو بتدعمها على كبير من المنصات زي الأندرويد والأي أو إس والماك واللينكس ويندوز. فهي لغة قوية، ولدت قوية، أنشئت قوية. هذه اللغة لغة مدعومة من شركة كبيرة زي جوجل، هذا الشيء بيكون ممتاز بالنسبة لها. هذه المميزات وهذا الدعم للغة كوتلين ما كانش من فراغ. لغة كوتلين لغة أنشئت على القوة اللي كانت موجودة فيها لغة جافا، مع تحسينات كبيرة في جزئيات برمجية. إحنا إن شاء الله خلال الكورس حنتطرق إلها، يعني كل ما نصل لجزئية معينة فيها ميزة هنذكرها خلال المحاضرات. لكن من ابرز الامور مثلا النال بوينت اكسبشن، هذا الخطا اللي كان يظهر دائما معانا في اللغات زي سي شارب وجافا، احنا في الكتله مش هنشوفه خلاص لانه هم عالجوا هذه المشكله. ان شاء الله الكورس هيكون بينتظم في مجموعه من المحاضرات، هناخد في المحاضره او في اللقاءات الجايه ان شاء الله هناخد المتغيرات، هناخد مشروعنا الاول في بلغة كوتلين، هناخد جمل الإخراج، جمل الإدخال، هناخد دول التحويل، دول تحويل أنواع، هناخد كمان الجمل الشرطية زي جمل إف، هناخد جمل التكرار، هناخد المصفوفات، هناخد الدوال، وفي نقطة مهمة جدا هناخدها اللي هي الرينج، وهذا مفهوم جديد في كوتلين، في لغة كوتلين بيختلف عن اللغات الثانية. ان شاء الله احنا في هذا الكورس حيكون تركيزنا على تبسيط المعلومه. الناس اللي حتشوف المحاضرات حيكون في عندها خلفيه مسبقه عن البرمجه، خاصه في لغه جافا او لغه سي شارب، حتلاقي انه الشرح سهل، الشرح بسيط، اللي اختلف اشياء محدده في شكل الجمل. الناس اللي ما عندهاش خلفيه هيك عن البرمجه برضه الكورس حيكون ان شاء الله مفيد لها ومناسب. احنا هنبسط المعلومه وحنساعد فيها انه الجميع يعتبر هذا الكورس مدخل له لتعلم لغه الكوتلين ان شاء الله عز وجل. في المحاضره الجايه هناخد كيف نهيئ بيئه العمل لكوتلين، كيف ننزل السيستم او النظام تبع كوتلين، وكيف ننزل الفيرتشوال جافا فيرتشوال ماشين اللي هيساعدنا على الكلام هذا، او الجي دي كي يعني عفوا. وان شاء الله بعد كده هتتوالى عنا المحاضرات. بيسعدنا طبعا انه احنا نتلقى منكم اي ملاحظات، نتلقى تعليقاتكم على الجزئيات اللي تعنيكم في لغه كوتلين كاساسيات. ان شاء الله هنتبع تعليقاتكم على قناتي وعلى قناه الكليه الجامعيه لعلوم التكنولوجيا، اعتقد الروابط هتكون موجوده عندكم على الشاشه. وان شاء الله بيكون كورس ممتع وموفق للجميع. يعطيكم العافيه، وان شاء الله مع لقاء في محاضره جديده عنوان الانستليشن للكوتلين. يعطيكم العافية.